أهلا بكم في حلقة جديدة من فلسطين هذا الأسبوع. بالرغم من تحدي نتنياهو للإدارة الأمريكية ورئيسها أوباما، من فكت هذه الإدارة تدافع عن حكومة نتنياهو وتغطي على ممارساتها، وحتى نتنياهو وهو يتحدث إلى الكونغرس الأمريكي كان جون كيري يقف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدافع عن السياسة الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بل كان كيري يلوم هذا المجلس على التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية. في الوقت هذا كان نتنياهو يشن هجوما مباشرا وغير مباشر على إدارة أوباما وعلى سياساتها، ويحاول أن يضع العراقيل أمام أي اتفاق محتمل بين الإدارة الأمريكية وإيران. في هذه الأثناء وفي ظل هذه التطورات تجري الحكومة الإسرائيلية من خلال جيشها وقواتها المحمولة بمناورات واسعة في الأراضي الفلسطينية استعدادا وتهيئة لأي تطور. وحسب ما جاء في الصحف العبرية فإن القيادة العسكرية واستنادا لتحاليل ومؤشرات قدمتها القيادة السياسية تتوقع إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه دون حل أن يقدم الفلسطينيون على انتفاضة جديدة، وبالتالي هم يستعدون لأي مواجهة عن طريق التمرين على اقتحام المدن والبلدات والتجمعات السكانية. أيضا من العناوين البارزة والمهمة التي سنخضعها للنقاش والتحليل في هذه الحلقة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله والأسئلة الصعبة التي وضعت على طاولة هذا المركز المجلس وبحاجة إلى إجابات، لكن نبدأ بالعناوين. نتنياهو يصفع الإدارة الأمريكية في عقر دارها محرضا ضد سياساتها الدولية. أسئلة صعبة على طاولة اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله. مناورات إسرائيلية واسعة استعدادا لقمع أي تحركات انتفاضية شعبية في الأراضي الفلسطينية. أصوات القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست قد تفشل تشكيل حكومة يمينية متطرفة. إرادة الصحفي حاتم موسى تنتصر على الموت. مقدمات التقارير، نبدأ بالمقدمة الأولى التي تقودنا إلى تقريرنا الأول. بالرغم من الدعم اللامحدود الذي قدمته إدارة أوباما لنتنياهو وحكومته، فإن نتنياهو لم يترك أي فرصة لإحراج أوباما، وقد شكلت زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وما صاحبها من خطابات ونشاطات ذروة التحدي والاستفزاز لهذه الإدارة. في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي اتبع نتنياهو تكتيك الهجوم على إيران وتبيان أنها مصدر الخطر وأن إسرائيل هي حمل وديع أمام إيران،
كل ذلك من أجل إقناع أعضاء الكونغرس وبخاصة الديمقراطيين للوقوف ضد اتفاق أمريكي إيراني بشأن ملف إيران النووي. ونتنياهو هنا يقف ضد أوباما شخصيا ويحاول التأثير عليه من بيته، أي من المؤسسة الأمريكية ذاتها، وبالتالي فإن نتنياهو ينحاز إلى حزب في الولايات المتحدة دون حزب آخر، وهذا طالما تجنبه رؤساء وزراء إسرائيل السابقين. وبينما كان نتنياهو يضع العراقيل أمام توجه أوباما بل وتوجهات الديمقراطيين، كان جون كيري يقف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدافع عن إسرائيل وممارساتها ويحاول التغطية على انتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. حاول كيري في خطابه توجيه اهتمام المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم، متناسيا ومتجاهلا أوضاع الفلسطينيين الذين يقتلون ويقمعون وينكل بهم من الدولة التي انتقد المجلس من أجلها ووصفه بالعمل ضدها، مبينا وموضحا السياسة الأمريكية ذات المكيالين لمن يرغب في مزيد من التوضيح. إنها سياسة لا تليق بدولة كبرى بل الدولة الأقوى في العالم التي تتشرف بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم يأتي وزير خارجيتها ليهاجم مجلس حقوق الإنسان لأنه يتابع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنها مفارقة معيبة تجعل كل الكلمات والمبادئ والتوصيات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في القوانين والتشريعات والتنظيرات الأمريكية بلا قيمة، لأنه في التطبيق والممارسة هناك رأس الهرم الأمريكي من يستميت في الدفاع عن الباطل. معنا في الاستوديو الدكتور ممدوح العكر، مفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهو سيرافقنا في هذه الحلقة للتحليل والقراءة السياسية والقانونية أيضا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك، شكرا. يعني الخلافات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، هل هي شكلية أم عميقة أم مرشحة لتفاقم أكثر وأكثر، أم أن أوباما سيبتلع مرة تلو الأخرى تلو الأخرى تلك الإهانات التي يوجهها له نتنياهو؟ يعني علينا أن نميز أنه ما بين علاقة إسرائيل الاستراتيجية وأكثر من الاستراتيجية، في علاقة تماهي، يعني التجربة الإسرائيلية والتجربة الأمريكية فيها نوع من التماهي كمجتمع استيطاني استعماري، والتجربة الأمريكية شبيهة تاريخيا. لكن أيضا في من الأمور الاستراتيجية، فعشان ما نطيش بشبر مي، يعني الخلاف اللي موجود ما بين أوباما وما بين نتنياهو هو خلاف حول الأولويات وحول قضيتين محددتين، موضوع القضية الفلسطينية، واستطاع نتنياهو أن يلوي ذراع نتنياهو أوباما بالنسبة لموضوع وقف الاستيطان والتجاوب مع المتطلبات الفلسطينية بالنسبة للتسوية عبر التفاوض. لكن في الموضوع الإيراني أنا أعتقد وواضح أن الأمور تختلف، لأن هناك في مصالح أمريكية عليا يعني تلزم هذه الإدارة، إدارة أوباما، أن تسير باتجاه تسوية معينة مع إيران والجمهورية الإسلامية في إيران. وأنا في اعتقادي يعني مصالح أوسع من إسرائيل والعلاقات مع إسرائيل، لرؤيتهم لكل المنطقة ومصالح موضوع النفط والصراع. فبالتالي يعني هم الأمريكان يعني كأنهم بيقولوا لنتنياهو إنه إحنا نفكر بمصلحة إسرائيل أبعد من الرؤية المحدودة لنتنياهو، لأنه إسرائيل موجودة ضمن هذا السياق اللي موجود بالنسبة لموضوع المشروع النووي الإيراني. نعم. يعتقدوا أنه الأسلوب الأمريكي قد يؤدي إلى وقف المشروع الإيراني النووي مقابل
طرديات واتفاقات وتسويات معينة، هذا الرؤية الأمريكية. وبالتالي الموضوع أكبر من إسرائيل وأكبر من نتنياهو. ولذلك أيضا أنه يعني في اعتقادي وكثير من التحليلات أنه اضطر نتنياهو أن يتراجع عن الخوض في تفاصيل معينة يدعي أنه عنده معلومات عنها. بس لعب على التناقضات الأمريكية الداخلية في زيارته الأخيرة بالتأكيد، بس هو لعب عليها، لكن يعني فيها إساءة للرأي العام الأمريكي وللمؤسسة الأمريكية. يعني هاي على الصعيد الشخصي أنا متأكد أنه سيدفع. من رحب به وصفق له واحتفى به، يعني غريب هذا المشهد. لأنه هم يعني الاثنين، يعني الإشي المفارقة أنه الاثنين لأسباب انتخابية، يعني الكونغرس من صفق لنتنياهو هو أيضا يريد أن يعاد انتخابه في الكونغرس، ونتنياهو جزء كبير من إصراره على هذه المخاطبة للكونغرس جزء منها لدعم حملته الانتخابية. بس على المدى البعيد من شأن هذه الإهانة للإدارة الأمريكية من شأنها أن تؤثر في الرأي العام. والحقيقة الاستطلاعات الأخيرة في أمريكا صار فيها كتابات حول الموضوع، تصريحات حتى من أعضاء كونغرس أمريكي واستطلاعات رأي بالضبط. وبعدين حتى الإعلام الأمريكي، يعني جريدة نيويورك تايمز وتوماس فريدمان يعني كتبوا، وحتى الواشنطن بوست كتبوا تعليقا على خطاب نتنياهو، تعليقات سلبية جدا، وحتى في الصحافة الإسرائيلية. وأكثر من ذلك إذا يعني تذكر دكتور أنه في عدد كبير من رجال الأمن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قبل خطاب نتنياهو في الكونغرس توجهوا بطلب من نتنياهو أن يعدل عن هذا الخطاب في الكونغرس لأسباب تتعلق حتى على المدى البعيد بمصالح إسرائيل الأمنية. لكن وبعود بس بالنهاية بأكد أنه علاقة إسرائيل في أمريكا علاقة فوق كل هذه، يعني هي أكبر من بديش أقول زوبعة في فنجان، لكنها هاي محطة صغيرة في استراتيجية كبيرة تربط إسرائيل بأمريكا. إذن إلى موضوع آخر، يعقد المجلس المركزي الفلسطيني جلساته في مدينة رام الله في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعيشها السلطة والشعب الفلسطيني بشكل عام. فالمطلوب من هذا المجلس الإجابة عن أسئلة مهمة في مقدمتها حول وظائف السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة. ملفات ساخنة تستعد القيادة لبحثها على طاولة الدورة 27 للمجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير المنعقد في رام الله، على رأسها مستقبل العلاقات والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال التي تفرض عقوبات مالية خانقة على الفلسطينيين. المجلس السيد نفسه، ولكن القضايا المطروحة الأساسية على جدول الأعمال قضايا تتعلق بالتنسيق الأمني مع الإسرائيليين، تتعلق بأنه دولة الاحتلال، إحنا الآن دولة تحت الاحتلال. هذا يعني أن جميع الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الإسرائيليين موضع بحث. الرئيس محمود عباس دعا المجلس إلى ضرورة إعادة النظر بوظيفة السلطة التي وصفها بأنها بلا سلطة باعتباره الهيئة التشريعية الوحيدة القادرة على اتخاذ قرارات بهذا الشأن. الآن في مرحلة تاريخية، هذا الوضع اللي احنا فيه، اتفاقيات، سلطة بلا سلطة، ماذا نعمل؟ يجب إعادة النظر في وظائف السلطة. طب والله ما ممنون عشيه نحن، طب ما بدنا سلطة. طب هذا الذي يجري إلى متى سيستمر؟ شخصيات سياسية رأت أن على المركز اتخاذ قرارات لمواجهة الأزمات الحقيقية التي تشهدها القضية، بخاصة ترتيب البيت الداخلي والإسراع بالانتخابات واستكمال الانضمام للهيئات الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال. نحن نطالب باستراتيجية وطنية جديدة تستند إلى توسيع المقاومة الشعبية وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل بشكل واضح من المنظمة،
وثالثا توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام بتطبيق اتفاق المصالحة بحذافيره. الخطوة الرئيسية هي كيف نواجه هذا الاحتلال وكيف نستطيع أن نفلت وأن نتحلل من التزامات أوسلو، على رأسها التنسيق الأمني وأيضا اتفاقية باريس الاقتصادية. المركز الذي انعقد تحت شعار دورة الصمود والمقاومة الشعبية بحضور 80 عضوا وهو ما يمثل النصاب القانوني، تتواصل أعماله على مدار يومين، وسيبحث سبل مواجهة انسداد الأفق السياسي والخيارات الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي. قرارات حاسمة ينتظرها الفلسطينيون من اجتماع المركز في ظل ظروف غاية في الصعوبة تعيشها القضية، مع استمرار الحصار المالي وسياسة العربدة والخنق والاستيطان التي تنتهجها إسرائيل لتقويض ما تبقى من إنجازات الفلسطينيين. حمزة السلايم، تلفزيون وطن، من داخل مقر الرئاسة في مدينة رام الله. يعني دكتور ممدوح، هل تتوقع أن تصدر عن اجتماعات المجلس المركزي يعني قرارات مهمة مفصلية في هذه المرحلة؟ صدقا يعني بدي أقول أنه أرجو ألا يخيب المجلس المركزي أمالنا وتوقعاتنا كما حصل في مرات سابقة عديدة. أتمنى ذلك، لأنه الوقت واللحظة التاريخية اللي احنا فيها لا تحتمل المزيد من المماطلة وتأجيل القرارات التي يجب أن تتخذ. وحقيقة أنا يعني بنطلق من كلام سيد الرئيس، يعني ماذا نعمل؟ هذا هو السؤال الأهم والمركزي اللي يجب أن يواجهه المجلس المركزي وكل القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام. ما العمل؟ وما العمل؟ يعني يجب ألا يكون الجواب جزئي، أنه تارة أنه سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وتارة أنه سنتفاوض. يجب أن يكون الجواب استراتيجي، برنامج متكامل. برنامج متكامل، يعني يبدو أنه في مرض في العمل الوطني الفلسطيني وبالذات في القيادة الفلسطينية، دائما تتناول إجابات جزئية، مرة كفاح مسلح وننسى الأشياء الثانية، مرة العمل السياسي التفاوضي وننسى الأشياء الثانية، الآن التوجه لتفعيل القانون الدولي والتوجه لملاحقة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وننسى الأشياء الثانية. يجب أن يكون هناك جواب استراتيجي شامل، وأهم شيء في هذا الجواب الاستراتيجي الشامل هو كيف نجعل هذا الاحتلال مكلفا. وهون تيجي قصة مراجعة دور السلطة ووظائف السلطة، أيضا هون بيجي موضوع التنسيق الأمني، ويجب يعني إسرائيل هذا الاحتلال كيف نجعله مكلفا سياسيا اقتصاديا ماديا معنويا دبلوماسيا قانونيا في على كل الجبهات، ولدينا الكثير، لدينا الكثير. بس دكتور، الاجتماعات هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، قد يعني يكون هناك اختلاف في المعطيات، مفاوضات متوقفة، بس أنا يقلقني الحصار على أشده، يعني ما فيش إشي يعني اللي يغري باتخاذ يعني مواقف رخوة. أنا الحقيقة يعني أتمنى أن يكون هذا الشيء صحيح، لأنه هذا هو المطلوب، واللي يعني تتعثر محاولة تبني استراتيجية متكاملة عملها بتتعثر. يقلقني مثلا بكلام الرئيس أنه مستعدون للتفاوض، طبعا مستعدين للتفاوض، بس يجب ألا نفكر بالتفاوض مطلقا إلا بعد أن نجعل هذا الاحتلال مكلف، إلا بعد أن يصبح الاحتلال مستعد أن يجلس بأدب على طاولة المفاوضات، مش إحنا نجري وراء أو مستعدين نرجع نعيد الكرة اللي صرنا أكثر من 22 سنة فيها. فيجب أن نفكر كيف نجبر هذا الاحتلال أن يتفاوض جديا وعلى أسس وقواعد ومرجعيات واضحة. بدون أن يصبح هذا الاحتلال مكلف لن تتعدل موازين القوى، وبالتالي لن يجبر على الحضور لطاولة المفاوضات بالمعايير اللي قلناها. أيضا من أهم عناصر استراتيجية الشاملة وتغيير موازين القوى الوحدة الوطنية، استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأول خطوة لإنهاء الانقسام هي
تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير قبل ما نفكر بانتخابات وقبل ما نفكر بمفاوضات وقبل ما نفكر بأي شيء. أول خطوة هي تفعيل الإطار القيادي المؤقت. لما بيكون كل القوى الفلسطينية موجودة على الطاولة، وهذا شيء المشكلة المفارقة أنه منصوص على تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، منصوص عليها بكل الاتفاقات لاتفاقات المصالحة وإنهاء الانقسام. يعني ما معنى مثلا الآن مجلس مركزي بيتم وبلحظة تاريخية من هذا النوع وقدامه أجندة اتخاذ قرارات مفصلية بدون ما يكون حماس موجودة؟ يجب أن يعني أن يكون هناك إصرار على حضور كل القوى بما فيها حماس والجهاد الإسلامي في المجلس المركزي ومن خلال تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير. أشكرك دكتور ممدوح على ما قدمته من تحليل. أما الآن فنذكر بالعناوين المتبقية. مناورات إسرائيلية واسعة استعدادا لقمع أي تحركات انتفاضية شعبية في الأراضي الفلسطينية. أصوات القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيسة قد تفشل تشكيل حكومة يمينية متطرفة. إرادة الصحفي حاتم موسى تنتصر على الموت. إذن استعدادا للتدخل السريع في الأراضي الفلسطينية لقمع أي تحركات انتفاضية شعبية، أجرى جيش الاحتلال مناورات واسعة باستخدام جميع الأسلحة والتدرب على اقتحام المدن والتجمعات السكانية. مواجهة هبة جماهيرية فلسطينية واسعة، خطف مستوطنين والبحث عن متفجرات في الضفة الغربية. هذه الذرائع ساقها الاحتلال لتدريباته العسكرية التي بدأها منذ الأول من آذار الحالي في الضفة الغربية. واستدعى الاحتلال لإجراء هذه المناورات 13,000 جندي من الاحتياط، وأعلن حالة الطوارئ في جميع معسكراته وقواعده الاحتلالية داخل الضفة، تخوفا من توقعات تحركات شعبية فلسطينية على الميدان. رسالة للقيادة الفلسطينية أنه نحن جاهزين لمواجهة كل صعوبات أو تهديدات من قبل الشعب الفلسطيني. وتركزت التدريبات العسكرية في المناطق المسماة باوجيم وفقا لتقسيم اتفاقية أوسلو، اللتين تشكلان قرابة 80% من مساحة الضفة. ويرى مراقبون فلسطينيون أن التدريبات العسكرية تأتي بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهداف سياسية. قد يكون هناك تغيرات في المنطقة لأن إسرائيل لا تريد أن تدخل تسوية ولا مع أي طرف من الأطراف، هي تريد أن تحتل، وبالتالي قد يكون هناك تقديرات استخبارية أمنية أن هناك قد يكون هبة انتفاضة عنف جديد مختلف. أيضا هذا سبب آخر أنه إسرائيل وخاصة قبل الانتخابات، نحن على أبواب انتخابات إسرائيلية، تريد أن تدخل المجتمع الإسرائيلي في فوبيا أمنية. وبدأ الاحتلال في مناوراته العسكرية بالتزامن مع تهديد فلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم القدرة على القيام بأي واجبات أمنية بسبب استمرار الاحتلال في قرصنة العوائد الضريبية. لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل مصروفات أمنية ومسؤوليات أمنية بل مسؤوليات سلطة كاملة إذا استمرت إسرائيل في سرقة أموالنا. يذكر أن التدريبات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف يوما في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة وادي المالح في الأغوار الشمالية باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، لكن المناورات الأخيرة اتسعت رقعتها الجغرافية وحظيت باهتمام إسرائيلي لافت. من مدينة رام الله نزار حبش، تلفزيون وطن. أكد
أكد رئيس القائمة العربية المشتركة لانتخابات الكنيست الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة أنه في حال حصدت القائمة 15 مقعدا في الانتخابات من شأن ذلك أن يمنع تشكيل حكومة يمينية. السابع عشر من الشهر الجاري هو موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات لن تحمل جديدا على صعيد النتائج برأي الكثير من المراقبين في ظل توجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والمزيد من التطرف، لكن الجديد في هذه الانتخابات هو توحد فلسطيني الداخل ضمن قائمة انتخابية مشتركة، قائمة قد تمنع إقامة حكومة يمينية إسرائيلية لكن ضمن معطيات محددة. نحن نشكل 20% من المواطنين، إما أن ننكفئ، إما أن نعزل أنفسنا، وإما أن نضع كل هذا الوزن الكمي والنوعي في المعترك السياسي والاجتماعي في دولة إسرائيل. نحن نريد أن نضع كل هذا الوزن كاستراتيجي. حاليا لليمين برأيي ليس أكثر من 62 عضو، ليس أكثر. إحنا حسب الاستطلاعات بين 12 ل 13، في حالة حصلنا على 15 مقعدا ممكن أن نمنع اليمين من تشكيل الحكومة القادمة، هذه الإمكانية واردة. وفيما أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة خلال لقاء نظمه نادي الأعمال بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار أنهم سيستمرون في الكفاح من أجل القضايا المعبرة عن الانتماء القومي كقضايا النكبة والتهجير والتصدي للخدمة المدنية، فإن الكثير من المتابعين للشأن الإسرائيلي والفلسطيني يرون فرصة عربية حقيقية في التأثير على مجرى سير هذه الانتخابات. التحدي رح يكون بالمستقبل أكثر لهذه القائمة، بمعنى عملية تعاملها مع المطالب الشعبية، التوقعات العالية جدا أحيانا تكون يعني حتى منها كقائمة، ولكن مجرد وجودها كقائمة تعكس مطلب جماهيري كبير واسع، هي خطوة جدية وإيجابية وفيها بصيص من الضوء. إذا كان هناك قائمة عربية، قائمة فلسطينية قوية ب15 مقعد تستطيع أن تمنع ظهور اليسار اليمين المتطرف في إسرائيل. إذا لم نستطع أن نصل لنسبة 12 أو 11 أو 13 قد لا نستطيع، يعني يجب أن لا نترك الموضوع لتوقعات فقط، يجب أن نبني ونعمل من أجل أن نمنع وصول اليمين المتطرف في إسرائيل باعتباره يمين أدى لتدهور وضع الفلسطينيين في إسرائيل ومنع وصولنا لحل سياسي مع إسرائيل. وتشير أحدث الأرقام إلى وجود تغير ديموغرافي في المجتمع الإسرائيلي مرتبط بالانتخابات الحالية، أبرز ملامحه زيادة قوة الحريديم أكثر من 10% من السكان، ازدياد حجم ما يسمى المتدينين والمتمسكين بالدين 35% من حجم السكان، أما الذين يعرفون أنفسهم كعلمانيين فهم أقل من الثلث، ما يفسر جانبا من الجدل الداخلي عشية الانتخابات حول يهودية الدولة. من مدينة رام الله، فارس المالكي، تلفزيون وطن. نذكر بالعنوان الأخير. إرادة الصحفي حاتم موسى تنتصر على الموت. حاتم موسى صحفي فلسطيني من قطاع غزة انفجر فيه صاروخ من مخلفات الاحتلال، فأمضى 7 شهور في العلاج والعمليات الجراحية، ورغم بتر قدمه فإنه يحلم بمواصلة رسالته الإعلامية المهنية
ذات البعد الوطني. غزة مدينة بصوت نايات، هنا وشجر وندى حكايات، فرس من نور تسهل حكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. أعاد حاتم من العلاج لكن زملائه لن يعودوا بعد أن استشهدوا. هذا المشهد لن تستطيع كاميرا حاتم أن تلتقطه بعد أن التقط آلاف المشاهد عبر 18 عاما من عمله كمصور في وكالة الأسوشيتد بريس ووكالة الأنباء الفلسطينية وفا. لن يلتقط هذا المشهد كونه أصبح بطله الآن. فحاتم أصيب جراء انفجار صواريخ من مخلفات الاحتلال في الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 أثناء قيامه بتصوير فيلم عن الصواريخ التي لم تنفجر، لكن قدره أن كانت عدسة كاميرته مسجلة للصاروخ قبل الانفجار وبعده، مما أدى إلى بتر ساقه اليمين. في 13/8 اتصل فيه زميل لي لنذهب لنعمل قصة عن الصواريخ التي لم تنفجر التي تلقيها قوات الإسرائيل. فذهبنا إلى المكان، انتظرنا خبير متفجرات، وأتى خبير متفجرات وراح عند الصواريخ وبدأ يشرح في الصواريخ يعني، وإحنا بنصور ففجأة لقينا الصواريخ بتتفجر. فأكلت أول هويتين في رجلي، قعدت على الأرض، بعدين لفت الدنيا فيها شوية وصحيت لقيت جثث حواليا، لقيت جثث حواليا كتير، حوالي 7 جثث. مسكت الكاميرا الثاني الآن قعدت أصور، وفي الآخر أكلت هواي في إيدي بعدين في بطني، طرت 2 متر لورا. بعدها ما صحيتش إلا أخذونا على المستشفى، واحد أجي أخذنا على المستشفى. كان حاتم الناجي الوحيد من انفجار الصواريخ بعد أن استشهد عدة صحفيين في الحادث، لكن ذلك أدى إلى مرور حاتم بمرحلة صعبة من العلاج، حيث أجري له 70 عملية جراحية بعد أن مكث أكثر من 2 شهر في غرفة العناية المركزة في مشاف داخل الأراضي المحتلة، حيث توقف قلبه عن النبض 4 مرات أثناء نقله للمستشفى، ولم تتوقف عزيمته الآن بتأكيده أنه لن يتوقف عن عمله كصحفي حتى آخر نفس. أنا بالنسبة لي يعني سواء بترت قدمي أو كنت على كرسي متحرك سأكمل الرسالة يعني، لو حتى آخر قطرة دم فيه مش حتى يعني الإصابة هذه ما بتوقفنيش عن عملي. والله أنا يعني تلقيت الخبر من واحد صحفي بصراحة انهرت لدرجة ما تصورهاش العقل. لما اتصل فيه الصحفي وقال لي ابنك اتصاب في رجله، وبعدين عاود نقل خبر مرة ثانية قال له هو يعني في كمال عدوان وتصاب هيك، وقلت كيف؟ وتعليق على الشفا. طبعا لما جيت على الشفا وشفت ابني وقعت على الارض. هو عنده عزيمة قوية وإيمان بالله قوي. هذا طبعا ما زال عنده عزيمة وإيمان قوي، ما أظن تأثر عليه. حاتم كان نصيبه ربما أفضل من حال كثير من الصحفيين في قطاع غزة في الحرب الأخيرة، فبالإضافة إلى مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي، إلا أن الصحفيين كان لهم حصة من الاستهداف، فأكثر من 17 صحفيا استشهدوا، إضافة إلى أكثر من 25 مصابا، لكن ذلك لم يمنع حاتم وزملائه من مواصلة مسيرتهم المهنية وحتى الإنسانية كما يقولون. غزة مدينة بصوت نايات، هنا وشجر وندى حكايات، فرس من نور تسهل حكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. قبل الوصول إلى خط النهاية، هذا تذكير بالعناوين.
نتنياهو يصفع الإدارة الأمريكية في عقر دارها محرضا ضد سياساتها الدولية. أسئلة صعبة على طاولة اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله. مناورات إسرائيلية واسعة استعدادا لقمع أي تحركات انتفاضية شعبية في الأراضي الفلسطينية. أصوات القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست قد تفشل تشكيل حكومة يمينية متطرفة. إرادة الصحفي حاتم موسى تنتصر على الموت. دمتم بخير، إلى اللقاء.